نجيب الساقي مسؤول من فريق الحكمه لجمعيه التنميه والتعاون لمتقاعدي السكك الحديديه المعروفه بمناضل التقاعد المبطور. بمناسبه اليوم العالمي للمسنين نحن هنا لكي نعبر عن سخطنا بما آل اليه التقاعد في المملكه المغربيه، ولا سيما التقاعد السككي الذي يعتبر تقاعد مبطور منذ الفئه الاولى. ولهذا نحن نعبر عن سخطنا ونرجو من الآذان أن تكون صاغية ليس بصماء، وتنظر في قضايانا وعلى رأسها التقاعد المبطور والصحة التغطية ثم الشؤون الاجتماعية. فلا يعقل وليس له حتى نقول من الجزاء أن يحضر هنا المتقاعد جاء آتيا معه بعناء السفر وعناء المشاكل الصحية لكي يعبر على ما يؤول إليه، عوض أن تنظر إليه بالرأفة عيون الناس الذين يتربعون على هذه الحكومة الحالية، وأن يبتعدوا عن صنادق التقاعد وصنادق الاحتياط، وأن لا يفكروا في أن يصلحوا ما دمروه بصنادق المتقاعدين. وللمتقاعد شأن كبير في تطوير البلاد والوصول إلى ما وصلت إليه حاليا الحمد لله، إلى ما وصل إليه المغرب. فمن هنا أمام قبة البرلمان بمجلسيه، لا مجلس مستشارين ولا مجلس النواب، كنقولوا لهم رحنا على النضال حتى تسوى قضايانا، ولكم جزيل الشكر والسلام عليكم. الزهري السعيد متقاعد من وزارة الصحة العمومية، جينا اليوم باش نعبروا على هذه المشاكل هذه ديال التقاعد. كاين الزيادات مهوله، وحنا حنا نتسماو حنايا بشر، ماشي هذوك الموظفين زادوهم. راه كاين واحد القانون تيقول على انه الا زاد الموظف راه خص حتى المتقاعد خصو يستافد. هاد الناس هادو ما داروا والو، حنا بحال اللي ما تنعيشو شيء ما تناكلو شيء، هذا هو اللي كاين. وشكرا. لا ما كاين والو، ما كاين لا هضره على الزيادات، ما كاين لا هضره لا والو، غير الكذوب. تيديونا نهار بنهار 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 خدامين، تي داكشي بالتسويف وصافي. وشكرا.